السادة الضيوف الأعزاء، أحييكم جميعا بأجمل التحيات من أعماق قلبي. بعد قمة سمرقند في 2022 وبمناسبة هذه القمة في 2024 نجتمع هنا اليوم، ونحن ممتنون بهذا الاجتماع. وأنا أشكر السيد قاسم توقيف على هذه الدعوة وحسن الاستضافة. تبني قرار ضم بيلاروسيا إلى عضوية هذه المنظمة، فإنني أهنئ الرئيس البيلاروسي أيضا وأتمنى له التوفيق والنجاح في مستقبل هذه القمة. بالإضافة إلى ذلك، فإننا كما تعلمون سوف نناقش آفاق جديدة للتعاون متعددة الأوجه في هذه القمة، و كذلك المجتمع الدولي الذي يمر بأوقات عصيبة من ضمنها الإرهاب والهجرة، معادات الإسلام، الطاقة، وكذلك أيضا نقص الغذاء وما إلى ذلك من هذه الزعزعات الجيوبوليتيكية في العالم. وكما تعلمون فإن أكبر مثال لذلك هو ما يحصل في غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن هذه الجرائم، جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، حيث يتم قتل الأبرياء دون تفريق بينهم، وأكثر من 40,000 استشهدوا نتيجة هذا الظلم الحاصل. وبالتالي فإن هذا الأمر يدل على أن النظام العالمي قد أفلس بشكل كبير، ومن أجل أن ننهي هذا الأمر فإنه في البداية يجب علينا أن نوقف إسرائيل عن وقف إطلاق النار، وبالتالي علينا الضغط على إسرائيل سواء من ناحية المجتمع الدولي أو من كافة الدول الأخرى. كما تعلمون فإن إسرائيل لا تعترف بالقوانين الدولية وتقوم بالإخلال بكافة القوانين، ومع الأسف هناك دول تدعمها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك دول تتمسك بمبادئها وتندد بهذه الهجمات التي تقوم بها إسرائيل، ونحن نأمل بأن ننتقل لنظام عالمي جديد يكون فيه الحق هو القوي وليس القوي هو الذي يقوم بالتسلط على البقية. وبالتالي فإننا جاهزون من أجل رفع كافة العراقيل أمام إنشاء نظام عالمي عادل، والهدف من ذلك هو جلب الاستقرار والأمان إلى هذه المنطقة بالحوار وبالنشاطات الدبلوماسية. السادة الرؤساء الدول الأعزاء، فنحن عندما نعيش هذه الأحداث في العالم فإننا أيضا نعاني كدولة تركيا من الإرهاب على مدار السنين الماضية. فمنظمات PKK، PYD وYPG وداعش وغيرها من هذه المنظمات التي بأسماء مختلفة تهدف فقط إلى الإرهاب في هذه المنطقة، ولكن تركيا على مر السنوات الماضية قد ناضلت ودحرت الإرهابيين، ونحن نرى بأنه من المهم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وبهذه المناسبة، هذه القمة، فإننا جاهزون لدعم تعاوننا في هذه القضية. أيضا موضوع الهجرة هي من أهم المواضيع التي نريد الاهتمام بها، ونحن كدولة تركيا نستضيف السوريين وغيرهم من اللاجئين
في بلادنا أكثر من 4 ملايين لاجئ تستضيفهم تركيا، ونحن نتحمل المسؤولية الكاملة حول ذلك، وندعو كافة الدول المعنية بتحمل المسؤولية أيضا فيما يتعلق بقضية الهجرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى غزة، ثلث هذه المساعدات كانت متوفرة من قبل دولة تركيا. أيضا هناك مساعدات إنسانية إلى مختلف الدول، منها أفغانستان التي عانت من الكوارث، وهناك أيضا الدعم بالعلاج. وبالتالي فإننا نقلنا هذه المساعدات إلى أفغانستان، ونحن جاهزون للتعاون أيضا في هذا المجال مع كافة الدول الأخرى. إخوتي الأعزاء، نأمل بأن يكون المجتمع الدولي أكثر عدلا في المرحلة المقبلة، ونحن دولة تلعب دورا مهما في هذا الأمر. وبالمبادرات التي قمنا بها في السابق، فإننا نطور علاقاتنا سواء مع الدول الآسيوية ومع الدول الأوروبية، ونحن نأمل بتقوية هذه العلاقات في المرحلة المقبلة. ونحن كممثلين للدول الآسيوية أيضا، فإننا أيضا جاهزون للعمل ولزيادة التعاون في لهذه الدول الأخرى. وبفضل الحوار وبفضل النشاطات الدبلوماسية التي قمنا بها، فإننا قد مكننا من أو قمنا بالعديد من المبادرات من أجل جلب الاستقرار لهذه المنطقة. أيضا فيما يتعلق بموضوع الطاقة، فإننا قد قمنا بترأس فترة رئاسة الطاقة، في مع أن هذه الدولة لم تكن عضوة في خلال هذه الدول، وهذا يدل على أن دولة تركيا متطورة من هذه الناحية. وأيضا منظمة الدول التركية تقدمت وتطورت بشكل كبير، سواء في مجال الطاقة وفي مجال الأمان، ونحن نستمر في تعاوننا، وسوف نكون أكثر تعاونا في المرحلة المقبلة. في نهاية كلامي، أود أن أحييكم جميعا وأشكر كافة القائمين على هذه القمة. Благодарю вас, уважаемый Реджеп.